رقص جوه الجامع وفساتين شفافة ومكشوفة وهيصة ومكياج، ده ملخص اللي حصل في فرح وعقد قران بنت الإعلامية مفيدة شيحة، اللي لما الناس حبوا يقولوا لها بلاش ده يحصل في مكان زي ده قالت محدش له دعوة، أنا اللي دفع وهنرقص ونغني براحتنا ونعمل كل اللي احنا عاوزينه. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل الحدوتة وقالت إيه مفيدة شيحة على موضوع كتب كتاب بنتها واللي حصل جوه الجامع، ويا ترى كان ايه ردود فعل الناس على الكلام ده. كتب الكتاب كان ماشي زي الفل جوه الجامع وكل شيء تمام التمام، لحد ما خلص المأذون الكتابة من هنا وراحت المذيعة مفيدة شيحة وكل الستات اللي كانت عازماهم ولابسين فساتين شفتشي، ما دخلوا في وصلة رقص جوه الجامع وهم متمكيجين، وطبعا الفيديو اتسرب وانتشر على السوشيال ميديا. بعدها بقى ناس كتير علقت على اللي حصل جوه مسجد محمد علي في القلعة، وكان معظمهم مش عاجبه حدوتة الرقص اللي حصل جوه الجامع ده، وشايفين كمان انه حرام وما يصحش. فقال شخص منهم والله عيب كده، بيوت ربنا للمفروض دي كلها حرمة تتقلب لمرقص وستات لابسة بالشكل ده، يعملوا عمايلهم دي خلاص كده خربت. بعدها كمان طلعت علقت مفيدة شيحة على الموضوع ده في برنامج تلفزيوني اللي كان على قناة النهار، قالت كمان أثناء بنتي كانت بتتصور يشاء القدر عربية داست على دي الفستانها والفستان اتقطع، وبشكر من كل قلبي مصمم الأزياء إسلام حشاد، قلع وقتها الجاكيت وجاب إبرة وفتلة وفضل ساعة ونص يظبط الفستان لمجرد بس يطمن منا. اتسببت كمان صور الفرح والفيديوهات الخاصة بالاحتفال والرقص في صحن مسجد محمد علي واللي كان في القلعة في استياء شديد، مش بس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبس، إنما كمان من محبي الآثار الإسلامية والحضارة المصرية. الأزمة بدأت لما شاركت مفيدة شيحة فيديو على حسابها على إنستجرام وهي بترقص مع بنتها وخطيبها، وصورة تانية وهي بترقص لوحدها عشان تعبر عن فرحتها الشديدة. قالت كمان مفيدة شيحة خلال تقديمها لبرنامج الستات طالما محدش حط إيده في جيبه عشان يدفع أو حتى يكون موجود أو قريب مني وأنا معرفكش فاعمل اللي انت عاوزه. أكدت كمان مفيدة شيحة إنها شخص عارف حدوده ومش بيتجاوز، وإنها كمان حريصة على اتباع كل التعليمات والعادات والتقاليد. فقالت أنا شخص عارف حدودي كويس جدا وعارفة اللي ليا واللي عليا، لا أتجاوز وبتبع كمان كل التعليمات والعادات والتقاليد بتاعتنا، إنما بقى كل الانتقادات وليه وإزاي فدي وجهة نظر وروح اسأل فيها من يهمه الأمر. ختمت كمان مفيدة شيحة كلامها وقالت محدش ليه تدخل في أسعار ده بكام، لأن مش أنت اللي دافع وما يهمنيش أبدا إنك تكتب أو ما تكتبش، أنا فرحانة ببنتي ولو اتكرر نفس الموضوع هنرقص ونغني وهنعمل كمان اللي احنا عاوزينه. طبعا الكلام ده استفز ناس كتير قوي، ما كانش عاجبها أبدا أسلوبها ولا حتى طريقتها، قالوا كمان من حقها أصلها مسنود لكن المفروض حد يشوف المهزلة دي ويحاسبها عليها. تعتبر مفيدة شيحة واحدة من أشهر الإعلاميات المصريات اللي شاركت في تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التلفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت كمان في برنامج المنوعات زي سكوت هنغني على قناة النيل للأخبار، دقيقة مفيدة على قناة النيل الدولية، والستات ما يعرفوش يكذبوا على قناة السي بي سي، الشيف كمان ومفيدة على قناة سي بي سي، والستات على قناة النهار. وفي النهاية يا ترى ايه رأيكم في تصرف مفيدة شيحة ده؟ وهل هو صح ولا غلط؟